قلت لك هذا القرار هذا اصلا ماهوش لصالحنا وماهوش لصالح الطالب، فهمتني؟ اصلا كاين طلبه ما عندهمش الانترنت، فهمتني؟ انا كطالب ماهيش لصالحي، واصلا كان جات هذه الكورونا هذه مرحبا بها، اللي كسب من عند ربي مرحبا بها. يعني ما كان لاه يديروا هذا القرار اصلا. الارضيه هذه تاع كما قالوا الدروس الدروس انها تجي في تتمر ولا يكون الدراسه تاعها عبر الارضيه، يعني هما كما نقولوا بين قوسين هما النقاط والتيديات ما قدروش يوفروهم ولا يتوفقوا فيهم في الارضيه هذه حتى نقدروا نقراو. ما كاش منها والو، ما لازم الاستاذ يشرح، لازم باش يفهم الطالب. الانترنت راهي تدينا لحاجه اخرى، كل فلاس وتدينا لحوايج اخرى، ماش تاع قرايه. انا صراحه ما يقدرش يفهم صراحه. الطالب لازم الاستاذ يقعد قدامه باش يفهم، كان يقعد عن بعد كما نقولوا ما يقدرش يفهم، ما قادر كاع ما يحضرش، ما يلهاش بالدرس. بخصوص الوقايه من الاجراءات المرتبطه بفيروس كورونا، واللي من نوعا ما احدثت بعض الجدل يعني حول استمراريه الدراسه. في الحقيقه هذه التعليمه بشكل اساسي تعطي اولويه لمبادره بيداغوجيه جديده.